اليوم اليوم انا نقول لك حاجه، الحاله الوحيده اللي ربما الفيفا تقبل باش تعيد اللقاء وانه الاتحاد الجزائري لكرة القدم لازم يثبت ان الذي ادار اللقاء بكري قاسما تلقى يعني يقول لك ربما المال او يعني حاجه من هذا القبيل. المره الاولى في تاريخهم ربما الاتحاد الافريقي لكره القدم وين عاودوا لقاء كان بين جنوب افريقيا والسنغال في نظن في 2017، وكان بذلك انه الحكم الغاني كان هذاك الوقت تلقى يعني دراهم من عند الاتحاد الجنوب افريقي. هل اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم هل يستطيع إثبات أن هذا الحكم كان حكم معتشي؟ أنا ما عنديش المعلومات، ولكن أنه اليوم هو أولا على الأقل انتصار، أنه كل العالم شاف الطريقة التي أدار بها بكري قاسما. وأنا نقول لك حاجة، بعد اللاعبين وبعد المدرب بكري قاسما هو السبب الأول في إقصاء الجزائر من كأس العالم. لماذا؟ احنا كمشاهدين ياسين وبردنا، يعني كيفاش لاعبين متوجدين على أرض الميدان كيفاش ما يبردهمش؟ لا شوف 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 بلال هذا بكري قاسما لازم اليوم الجمهور الجزائري يعرف حاجة، أنه أدار لقاءين للمنتخب الكاميروني متتاليين، دار نصف نهائي كأس إفريقيا بين الكاميرون والمنتخب المصري، بعدها ما زاد حكم في المنتخبات حتى جاء المنتخب الجزائري. أنا نظن ربما هناك يعني بعض اللوبيات المتواجدة في إفريقيا هي اللي ما تخليش المنتخب الجزائري واسمه باش يتأهل. وأنا قلتها مرارا أنه المنتخب الجزائري يتعرض لمؤامرة. نعم ياسين.